بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك: باب صيد الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الصيد بالنسبة للمحرم سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، أراد أن يذكر في هذا الفصل صيد الحرم خاصة، يعني حرم مكة المشرفة، وهو ما كان داخل الأميال. ما كان داخل الأميال فهذا هو حرم مكة المشرفة الذي يتعلق به أحكام، منها تحريم قتل صيده سواء بالنسبة للمحرم أو لغير المحرم. فصيد الحرم لا يجوز قتله لا للمحرم ولا لغير المحرم. نعم. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال. يحرم صيد الحرم، يعني حرم مكة المشرفة، وهو ما كان داخل الأميال المنصوبة عليه من جميع جوانبه، فيحرم قتل صيده سواء بالنسبة للمحرم أو للحلال، يعني الذي هو ليس بمحرم. نعم. وحكم صيده كصيد المحرم. حكم صيده حكم صيد المحرم من حيث الحرمة والإثم، ومن حيث ما يجب فيه من الفدية على ما سبق بيانه. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرم مكة قال: لا ينفر صيده. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. كذلك مما يحرم في حرم مكة قطع الشجر الأخضر. أما الشجر اليابس الذي ليس فيه حياة فلا بأس بقطعه، لأنه في حكم التالف. وكذلك لا يختلى خلاه، أي لا يؤخذ حشيشه الأخضر، لأن لا يقطع الحشيش الأخضر وهو ما يكون على وجه الأرض من النبات البري، ما يكون على وجه الأرض من النبات البري الذي ترعاه الدواب، فهذا لا يجوز لأحد أن يأتي ويقطعه ويختليه، بمعنى يقطعه ويحمله معه. أما إذا كان يابسا فلا بأس بأخذه، لأنه في حكم التالف. قال: إلا الإذخر، وهو نوع من نبات الحرم، فإنه يجوز أخذه أخضر ويابس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما ذكر أنه لا يحل أن يختلى خلاه، يعني يقطع حشيشه، قال: إلا الإذخر، لأن الناس يحتاجون إليه في سقف بيوتهم ولأمواتهم
يجعلونه يسددون به خلل اللحد لئلا ينهال التراب على الميت، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قطع الإذخر من الحرم لأجل الحاجة. نعم. قال: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. كذلك المدينة لها حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وحرم المدينة ما من جهة الشمال والجنوب، ما بين عير، ما بين جبل عير إلى جبل ثور خلف أحد. جبل عير من جهة الشمال عند الميقات، وجبل ثور من جهة جبل عير من جهة الجنوب، من جهة الجنوب عند الميقات. وجبل ثور جبل صغير خلف جبل أحد، هذا من جهة الشمال. أما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين الشرقية والغربية، هذه حدود حرم المدينة. فيحرم قطع شجره ولكن لا جزاء فيه، مثل شجر حرم مكة ليس فيه جزاء، إنما فيه الإثم على المتعمد. نعم، أعيد العبارة. قال: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. وكذلك صيدها، صيد المدينة يحرم ولا جزاء فيه، مثل ما في صيد الحرم المكي، لكن يأثم من قتله. نعم. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. يستثنى كذلك، يخالف حرم المدينة حرم مكة في أنه يجوز قطعه وعلفه، وليس هو مثل حشيش حرم مكة يحرم قطعه. نعم. وحرمها ما بين عير إلى ثور، هذا من جهة الشمال والجنوب، ما بين عير وهو جبل عير من جهة الجنوب وهو المطل على ذي الحليفة، المطل على ذي الحليفة، نعم، على الميقات، وجبل ثور وهو جبل مدور صغير أحمر خلف أحد، هذا من جهة الشمال. نعم. قال رحمه الله: باب دخول مكة. نعم. إذن فتبين لنا أن المدينة لها حرم مثل ما أن لمكة حرم، وتبينت لنا حدوده. أما أحكامه فإنه يحرم قتل صيده ولكن لا جزاء فيه، ويجوز أخذ حشيشه وقطع حشيشه الأخضر لأجل حاجة الناس، وليس هو مثل الحرم المكي في ذلك. نعم. يعني يتفقان في حرمة الصيد. نعم. فقط. نعم، ويتفقان في حرمة المعاصي وحرمة يعني أنه يشتد اسم العاصي فيهما في الحرمين. نعم. أحسن الله عليكم. إذن قول بعض الناس الحرم المدني صحيح، أو في المدينة يقال الحرم، يعني المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المسجد ما يسمى بالحرم، يسمى الحرم الحمى، حمى المدينة هذا. لكن المسجد ما يسمى الحرم المدني، يسمى المسجد النبوي، المسجد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال المسجد الحرام ومسجدي هذا، ولم يقل وحرمي هذا، فيسمى المسجد النبوي، هذا الاسم الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد. هذا ذكر الآداب التي تشرع عند دخول مكة المشرفة للقادم من سفر، إذا أراد أن يدخلها فإنه يستحب له أشياء. نعم. قال: يسن من أعلاها. يسن دخولها من أعلاها، من جهة الأفطح، من جهة الأفطح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها. نعم. والمسجد من باب بني شيبة، فإذا وصل إلى المسجد الحرام فيستحب أن يدخله من الجهة الشرقية، من باب بني شيبة المقابل للملتزم، فيدخلها
من باب بني شيبة من الجهة الشرقية ليستقبل الكعبة، وجه الكعبة يعني، ويجوز أن يدخل المسجد الحرام من أي باب من أبوابه، لكن الكلام الآن في الأفضلية. ويجوز أن يدخل إلى مكة من أي جهة، ولكن الكلام في الأفضلية. نعم. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا دخل المسجد الحرام فإنه كسائر المساجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن قال أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فلا بأس لورود هذا. نعم. وإن جمع بينهما يكفي واحد منهما. نعم. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. هذا لم يثبت به شيء، أنه إذا رأى البيت يرفع يديه لم يثبت به شيء. نعم. ثم يطوف مطبعا. فإذا وصل إلى المطاف يريد طواف القدوم أو طواف العمرة، فإنه يستحب له أن يطبع بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيسر، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مستورا وكتفه الأيمن مكشوفا. هذا هو الاطباع، ويكون في الطواف الأول حينما يقدم، إما طواف القدوم وإما طواف العمرة. نعم. وهذا الاطباع إنما يكون عند بداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم إن أنهم يطبعون من حين يحرمون من الميقات ويكشفون أكتافهم، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة أنه لا يطبع إلا في بداية الطواف وينتهي بعد بداية الطواف. نعم. بعد نهاية الطواف. بعد نهاية الطواف. نعم. بسم الله عليكم. قال: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. ينوي بالطواف الأول الذي يفعله عند وصوله إلى البيت إن كان متمتعا، فينوي به طواف العمرة، وإن كان قارنا بين الحج والعمرة أو مفردا للحج فإنه ينوي به طواف القدوم، وهو سنة، طواف القدوم سنة. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله. يبدأ الطواف من الحجر الأسود، يبدأ الطواف الشوط من الحجر الأسود، فلو بدأ من دونه، لو بدأ من دونه ما صح شوطه، فلا بد أن يكون مبتدئا من حذاء أو من محاذاة الحجر الأسود، هذا واجب، شرط من شروط صحة الطواف، صحة الشوط الذي يطوف. فإن بدأ من دونه لم يصح شوطه هذا، لأنه ناقص لم يستوفي البيت. ويستحب إن قدر على الوصول إلى الحجر أن يستلمه بيده، يعني يمسحه بيده اليمنى ثم يقبل الحجر، فإن شق عليه تقبيله قبل يده، يمسحه بيده ويقبل يده بعد المسح، وإن شق عليه مسه بيده فلا بأس أن يمسه بواسطة، إما عصا أو محجن إذا لم يؤذي أحدا، ثم يقبل ما مسه به. فإذا لم يحصل له استلامه ولا تقبيله فإنه يشير إليه من محاذاته، ولا يزاحم الناس من أجل أن يقبل الحجر، لما في المزاحمة من المشقة على الآخرين والضعفة، ولما فيه من الافتتان بالنساء ومزاحمة النساء، فيشير إليه ولو من آخر المطاف إذا حاذاه بأن يرفع يده اليمنى ويقول الله أكبر، ثم يمضي في طوافه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه. إن شق اللمس لمس الحجر واستلامه فإنه يشير إليه كما ذكرنا بأن يرفع يده اليمنى عند محالاته ويكبر. نعم. ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره. يقول ما ورد وهو التكبير عند بداية الطواف، ثم يقول بعد ذلك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، ثم يدعو بما تيسر. نعم. قال ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. يطوف سبعة أشواط، لا بد من هذا، هذا من شروط صحة الطواف، فلو نقص شوطا أو بعض شوط لم يصح طوافه، لأنه يشترط أن يكمل سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، ويجعل البيت عن يساره، فلو طاف منكسا جعل البيت عن يمينه وطاف منكسا لم يصح، هذا من شروط صحة الطواف أيضا. نعم. ويستحب للأفقي، يستحب للأفقي وهو القادم من خارج مكة، الأفقي هو القادم من خارج مكة، استحب له أن يرمل الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، إلا ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود فإنه يمشي مشيا، هذا مستحب في الثلاثة الأشواط الأولى، ثم إذا أكمل الأشواط الثلاثة الأولى فإنه يمشي على هينته، هذا السنة إذا تيسر، أما إذا كان المطاف مزحوما ولا يتمكن من الرمل فإنه في الأصل سنة، ويكون معذورا إذا تركه من أجل الزحمة. نعم. قال يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. هذا من سنن الطواف أن يستلم الركن اليماني، الركن اليماني يستلم فقط، يعني يمسح باليد فقط ولا يقبل، فإذا لم يتمكن من استلامه مضى ولم يشر إليه، فالركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه مع عدم إمكان الوصول إليه، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل ولا يشار إليها. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو شيئا من نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح. من شروط الطواف أن يكمل سبعة أشواط، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون على طهارة، فإن كان محدثا أو كان عليه نجاسة في بدنه أو في ثيابه لم يصح طوافه، فيشترط الطهارة للطواف من الحدث ومن النجاسة، ويشترط النية لأن ينوي الطواف، لأن الطواف عبادة ولا تصح العبادة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها لأن هذا بدعة، فلا يجوز له أن يقول اللهم إني نويت أن أطوف بهذا البيت سبعة أشواط، هذا بدعة، لكن ينوي هذا بقلبه ويكفي، لأن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب، لا يحتاج إلى أنك تخبر الله عز وجل بما في قلبك، لأن الله يعلمه، ولأن هذا الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته، فالجهر بالنية هذا من البدع. ومن شروط صحة الطواف أن يكون الطواف داخل المسجد، فلو طاف من خارج المسجد كما لو طاف من المسعى أو من خارج المسجد فإنه لا يصح طوافه، وكذلك من شروط صحة الطواف
أن يطوف على الكعبة، فلو طاف على جدار الحجر أو من داخل الحجر اخترق الحجر، لأن الحجر من الكعبة، فإذا اخترقه ودخل من داخله من بابه الشرقي وخرج من الغربي لم يصح شوطه هذا، بل لا بد أن يأتي ببديل عنه، لأنه لم يطف بالكعبة وإنما طاف ببعض الكعبة. أو طاف على الشاذروان وهما أساسات الكعبة، الحجارة المجعولة أساسات للكعبة، فلو طاف على هذه الحجارة على الشاذروان أيضا لم يصح طوافه، لأنه لا يصدق عليه أنه طاف بالبيت. نعم. أو عريان أو نجس. وكذلك من شروط صحة الطواف ستر العورة، لا بد من ستر العورة بالنسبة للرجال والنساء، فلو طاف وهو عريان لم يصح طوافه مثل الصلاة، ولأن هذا فعل الجاهلية، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. فلو طاف وهو مكشوف العورة فإن طوافه لا يصح. نعم. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام. إذا فرغ من الطواف يستحب له أن يخرج ويصلي يصلي ركعتين، تسميان بركعتي الطواف، والأفضل أن يصليهما عند مقام إبراهيم، لأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي، قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه حين كان يبني الكعبة، فيرتفع به الحجر وينزل به عليه الصلاة والسلام، فهذا جعله الله مشعرا من مشاعره سبحانه وتعالى، وشرع الصلاة عنده تعبدا لله عز وجل. وإذا لم يتيسر له الصلاة عند المقام صليها في أي مكان من الحرم. نعم. قولكم يا شيخ أنه لابد لا يصح لو كان الطواف في المسعى، أحيانا في الزحمة يطوف بعض الحجاج في السطح الأعلى، وربما يكون من طريق طوافهم سطح المسعى، هذا محل إشكال، ويجب عليه من يتجنبه، لأن المسعى ليس هو من المسجد، هذا مشعر مستقل، المسعى مشعر مستقل. نعم. من وقع فيه ناسيا أو جاهلا إن كان طواف إفاضة مثلا، يحتاط ويعيد الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم. إذا فرغ من ركعتي الطواف يستحب له أن يذهب ويستلم الحجر، إذا أراد السعي يستحب أن يذهب ويستلم الحجر كما استلمه في بداية الطواف، ثم يذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة، ويخرج إليه من بابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يرقى على الصفا. الصعود إلى الصفا والصعود إلى المروة سنة، والواجب هو استيعاب ما بينهما ولو لم يرقى عليهما، استيعاب ما بينهما ولو لم يرقى عليهما، فالصعود إلى الصفا والصعود إلى المروة من سنن السعي ومن مكملاته، فإذا رقى على الصفا فإنه يستقبل الكعبة ويذكر الله عز وجل ويدعوه، ثم ينزل ماشيا إلى المروة، وهذا يسمى بالشوط الأول. نعم. قال: فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر.
يعني إذا رقع على الصفا يكبر ثلاثا، يستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد من ذكر الله عز وجل، تهليل وتكرار قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو رافعا يديه، يدعو الله عز وجل، ثم ينزل ماشيا إلى المروة. نعم، بنية السعي، ويكون الآن قد شرع في الشوط الأول. نعم، قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى. العلم هو العمود الملون بالخضرة، هذا هو العلم، وهما علمان، علم يلي الصفا، وهذا هو البداية لمن جاء من الصفا، وعلم يلي المروة، وهذا هو البداية لمن جاء من المروة. ما بين العلمين هذا محل الوادي، هذا محل الوادي الذي كان منخفضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبطت قدماه في الوادي سعى شديدا حتى يصعد من الجانب الثاني، من جانب الوادي الثاني. فالسعي بين العلمين في محل الوادي وهو المشي بسرعة، أو العدو بسرعة، هذا سنة من سنن السعي بالنسبة للرجل وبالنسبة للقوي من الرجال. أما الضعيف من الرجال والنساء فلا يستحب لهما السعي بين العلمين لما فيه من المشقة. نعم، العدو سنة للرجل القوي، الرجل القوي، نعم، دون المرأة ودون الضعيف، ودون الضعيف، نعم، أو المريض. السلام عليكم. نعم، قال ثم يمشي ويرقى المروة. ثم يمشي بعدما يجاوز العلم الثاني مما يلي المروة، لأنه حينئذ تجاوز محل الوادي، فيمشي على هينته إلى أن يصل إلى المروة. نعم، ويقول ما قاله على الصفا، ثم يصعد على المروة ويقول ما قاله على الصفا من التكبير واستقبال الكعبة وذكر الله عز وجل والدعاء، ثم ينزل ماشيا إلى الصفا، وهذا هو الشوط الثاني. نعم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. فإذا مر ببطن الوادي وهو ما بين العلمين يسعى سعيا شديدا حتى يجاوزه، ثم يمشي حتى يصل إلى الصفا فيصعده ويفعل ويقول مثل ما قال وفعل في الشوط الأول. نعم، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، سبعة أشواط، ذهابه سعية يعني شوط، ورجوعه سعية يعني شوط آخر، حتى يكمل سبع مرات. نعم، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. لو بدأ خرج جاهلا وبدأ من المروة فإن الشوط الأول لا يحتسب، وإنما يحتسب من نزوله من الصفاء، الشوط الثاني يصير هو الأول بالنسبة له. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أحبتنا الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.